اليوم جينا لهذا المكان عشان صيد وكذا مقارب، راح ننزل هذا المكان ان شاء الله بالخيران. الحين غادر القارب، القارب راح وجينا بنروح المكان الجهة الثانية. هذا الجهة معنا وهذا الجهة معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ عساكم بخير. واليوم جيناكم بفيديو جديد إن شاء الله. اليوم راح يكون تصويرنا وصيدنا في هذا المكان في بندر الخيران، ومثل ما لاحظتوا قبل القارب كان لهذه المنطقة، بس هذه المنطقة كانت شوية فيها أشجار، وهذا كامل الخط فيه أشجار، بس جينا هذا المكان عشان نقدر نرمي بهذه الاتجاه. وجبنا اليوم بيكون معنا اللي هو الروبيان، وما في عومة ما في هذا، جبنا الصيمة كبيرة كبار، وإن شاء الله يكون صيدنا اليوم هنا. وبسم الله بدينا. عندنا أول سمكة شعم، شوف الحجم كيف كبره، كبير ما شاء الله ما شاء الله. هذا المكان مثل هذه الأحجام وأكبر عن هذا الأحجام. زي ما لاحظ هاي السمكة صورت لكم عليها قبل، لاحظوا الحين شوفوا ما شاء الله كيف كبرها. هذه السمكة تقطع علينا الخيط مرة. وعندنا قرآن واحدة، الحين بعد الشحن صبنا قرآن وما كانت ما كانت شغالة. والحين هذه السمكة هذه اللي هي مسوت لنا بشبشة، لأن هذا تعق هني قريب، السمك هني داخل بين الصخور بالجبل تحت، ما تقدر تتعقل ان هذه قريبة السمكة. بخير ان شاء الله. وليت مسك السمكة الكبيرة، بس انقطع الخيط، لكن بعدها طاف على الشجر. هذه مشكلة لما تكون هذه المشكلة. ليث ايش سويت؟ ربا بحصان سويت ليث، لان الاداه تخرب الخيط تقطع، ما باغينها تمسك هذه السمكه. هذه المشكله الحين علقت عندنا، هذه السمكه اللي اقول لكم عليها علقت معانا في الخيط، وقع الخيط في الشجر وانقطع الخيط. الحين اريد اجيبها، امسك الشجره واجيبها عشان ما تموت. احنا بكون قريب الخيط، ما قال يشوف هذه السمكة، لكن يعاني من فترة. هذه شوف ما شاء الله كبرها، اعتقد لفوق السمكة فوق. ايوه تقول هذه السمكة هي تنطفى؟ لا ما هي، هذا بدها تسمك أول مرة أشوف هذه السمكة. الحمد لله بطلت، والله تعالي مرة